لم تسجل ولاية القصيم خلال هذه الأيام نقصاً في التزود بعدد من المواد الأساسية على غرار مادة السوق المدعم والسميد والفرينة، مواد توفرت بمختلف المحلات التجارية والفضاءات الكبرى، فيما تزال الجهة تشكو غياباً كلياً لمادة الزيت النباتية. عنده نهارين ثلاثة وموجود السكر، موجود في المخازن الكبار كله موجود، السميد رجع. بالنسبة للزيت، الزيت مازال. زيت مش هو موجود، السكر حنلقينه موجود، كل شيء المكسر مش هو موجود، السميد ما ثمش. بالنسبة للسكر موجود، كان تحبوا نتكلم باسم الشركة اللي خذيت منها موجود، يعني متوفر تبارك الله، تحب تاخذ انا امس خذيت السكر تبارك الله، وثم اللي نتعامل معاهم في حوان ثاني موجودين، السكر موجود. كله غلط يعني من حاجة، ما ثماش حتى حاجة رخيصة، كلها ماشية في الزيادة. يعني اليوم تصبح بسوم غدا تلقاها بسوم، يعني ما ثماش حاجه رخيصه. الزيت هاك شوفي اللي زيت مش موجود. ولضمان تزود السوق بالمواد الاساسيه وتوفير حاجيات المواطن وتنظيم مسالك التوزيع ومكافحه الاحتكار وغلاء الاسعار، تقوم فرق المراقبه الاقتصاديه بحملات مراقبه كبرى ومتواصله، حملات تمكنت خلالها من رفع 157 مخالفه اقتصاديه منذ بدايه شهر جويليا. العمليات المراقبه اللي قامت بها الفرق الاقتصاديه خلال 20 يوم الاولى من شهر جويليا كانت في حدود 157 مخالفة اقتصادية، تمثلت أغلبها في الترفيع في الأسعار وعدم الاستظهار بالفاتورات الشراء. بالطبيعة شملت معناها القطاعات الهامة اللي احنا ركزنا عليها اللي هي المواد الغذائية وخاصة المواد المدعمة، الخضار والغلال، وبالطبيعة المخابز يعني الخبز المعد للاستهلاك الأسري. من المنتظر أن يتم تزويد ولاية القصرين انطلاقا من الأسبوع القادم بكميات من مادة الزيت المدعم الذي غاب عن الأسواق منذ أسابيع، وسيتم توزيع هذه المواد تحت إشرافية الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة، التي ستواصل من حملاتها الاقتصادية لتعديل السوق وتنظيم مسالك